الكلام اللي حضرتك بتقوله طبعا كله كلام مهم، طبعا. ولكن المواطن مهتم يعرف طب امتى هتوصل له بقى، يعني امتى يعني الدرجات اللي حضرتك اشرت اليها توصل للمواطن. شوفي المواطن، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، هو المواطن اللي هو اخويا واخوكي والناس اللي في السوق، وهم دول هو ده الشعب بتاعنا. الشعب والافراد رزقهم او اكل عيشهم من الدخل بتاعه. الدخل ده اما حاجتين، يا اما انا بشتغل في الحكومه، يا اما بشتغل في القطاع الخاص، او بشتغل في الاقتصاد. يحس امتى؟ يحس امتى لما اكبر عدد من بسميها برايفت انيشيتيف، او اكبر عدد من الافراد يدخلوا الى السوق، يكونوا قادرين على الدخول الى السوق والاستمتاع بدوره الاقتصاد، او الاستمتاع بعجله التنميه، او الحصول على فوائد من عجله التنميه. طيب النهارده اذا كان عندنا ازمات اقتصاديه زي ما حضرتك قلت، طيب الحل ايه؟ المواطن هيفضل مزنوق او مخنوق وفي حاله يعني فيها نوع من التحديات او تشالنجز؟ لا، الدوله هنا موجوده والدوله بتتدخل. وعشان كده الدوله، او يمكن السيد الرئيس وافقيني في هذا القول، ان السيد الرئيس اصر على ان يكون برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي تم في 2014، واختلفنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 2014 اذا ذاكرتي كانت جيده، علشان ان الدوله والسيد الرئيس اصر ان يكون في جانب اجتماعي، جانب اجتماعي مع الاصلاح الاقتصادي. ولذلك برنامج تكافل وكرامه، اصلاح التعليم، الصحه، انفاق المليارات على الصحه على سبيل المثال، التامين الاجتماعي، كل هذه المليارات النهارده ال 100 مليون لكبار السن، كل هذه المصروفات او النفقات اللي الدوله بتتكبدها، وانا بقول بتتكبدها، جزء من محاوله الدوله على انها توصل هذا الدعم، او توصل الحق او جو حياه كريمه للمواطنين اذا كان السوق فيه صعوبات. في حالة ان السوق ما فيهوش صعوبات، وان الحياة زي ما بيقولوا بيس كده، والدنيا ماشية، والاقتصاد سليم، وما فيش أي حروب، وفي نمو اقتصادي، الناس بتدخل والأسواق بتشتغل. لكن لازم نعرف ان احنا للأسف، للأسف، وهذا الكلام بتقوله يعني احنا من 25 سنة لما كنا بنبتدي ندرس في الكلية كنا بنقول الأزمات الاقتصادية بتحصل كل 50 سنة. النهارده بنكتشف ان الأزمات الاقتصادية بتحصل كل سنتين ثلاثة، يعني من 2008 ل 2015 للكوفيد 2020، اللي هو 2021 او 22 ازمه روسيه الاوكرانيه، للحرب على 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 غزه، طبعا ناهيك طبعا على الازمات الاخرى زي ازمه المياه مع اثيوبيا، او ما يحدث في ليبيا، او حدودنا في سيناء، كل هذه، او البحر المتوسط وازمه الغاز، كل هذه التحديات الموجوده بتؤثر على القرارات السياسيه او القرارات الاقتصاديه او الخطط الاقتصاديه او الرؤيه او الامال الاقتصاديه اللي انت كنت بتبقى حاطاه. لكن بتتدخل، وده دور الدوله، وده كتاب الاقتصاد اللي بيقول لك هذا الكلام، دور الدوله بتتدخل علشان تضع صدمات، او تضع بافرز، او تضع بعض السياسات اللي تخلي المواطن طيب لا يتاثر بقدر الامكان بالتحديات الاقتصاديه او طيب سريعا 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 برضو علشان الوقت، عايز اسال حضرتك عن البريكس، وان احنا دلوقتي بقينا عضو في البريكس، ده معناه ايه؟ ده اهميته ايه في الفتره اللي جايه؟ هل ممكن يؤثر ايجابا على هذا العام اقتصاديا؟ صحيح. شوفي هناك حرب لا يقال عنها ولا يفصح عن اسمها، وهي الحرب الخفيه بين الصين والولايات المتحده. ويمكن الصين بتعمل الطريق الحرير، الولايات المتحده بتحاول تعمل البريكس. على اي حال دي مش قصتنا، قصتنا ان هي لعبه شطرنج، احنا بنحاول نكون رابحين في اي قطعه شطرنج موجوده، سواء كنا في طريق الحرير او في بريكس. البريكس احد الميادين او الملاعب اللي فتحت قدامنا بذكاء شديد، القياده المصريه دخلت فيها، السعوديه ودوله الامارات دخلوا فيها في السنه الماضيه. طبعا هتتيح لمصر انها تبقى شريك مع مجموعه متجانسه في الفكر، وهتقدر انها تمول مشروعات مشتركه. طبعا دخول الامارات والسعوديه طبعا مهم جدا لهذه المجموعه اللي فيها الصين وفيها روسيا، وبالتالي هتخلينا نقدر نحقق بعض المصالح الاقتصاديه اللي بنطمح ان احنا نحققها، او اللي ما بنعرفش نحققها مع العالم الكبير. نعم. يعني خلينا نتكلم على مجموعه على فكره هي من 2001 موجوده، لكن زي ما بقول التحديات السياسيه اللي موجوده في العالم جعلت هذه المجموعه تتكتل. مصر الحقيقه عندها ميزه كبيره جدا جدا جدا، لانها هتتعامل مع هذه الدول من منطلق انها ليها جزء في افريقيا،
ليها جزء مع الدول العربية، ليها ثقل على الاقصاء المحيط العالمي والسياسي، ويمكن السياسة المصرية بدأت تاخد قوة كبيرة، وبالتالي مصر هتقدر من خلال موقعها وتاريخها والمكتسبات اللي حققتها خلال السبع ثمان سنين نعم الماضية انها تحصل على جزء كبير من الكعكة او المنافع الاقتصادية من الدخول في هذه نعم المجموعة. أنا بشكر حضرتك دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، شكرا لوجود حضرتك معنا عبر تطبيق زوم. طبعا كل سنة وحضرتك طيب.